متابعين معكم من بعد البريك مشاهدينا بحلقتنا لليوم من كل يوم بيوم وحلقة يوم الخميس قبل بيوم من نهاية الأسبوع، وإن شاء الله يا رب نكون عم نقدم لكم الفائدة يلي بتحتاجوها. اليوم رح نحكي شوي هيك عن الأطفال وعن تحديدا عن أهمية النشاطات الحسية لتنمية القدرات عند الطفل، لأن الطفل بالفعل بيحتاج من أجل النمو بشكل أفضل للقيام بالعديد من النشاطات الحسية. لهيك رح نتعرف اليوم على أبرز هالنشاطات ونضوي على دور الحضانة بهالإطار مع ضيفتنا ريمان فغالي نشواتي، معالجة نفسية حركية وصاحبة حضانة بوتي بوتابون. أهلا وسهلا فيكي عبر سبورة تي في. بونسوار ميرسي. أول شيء بدي أتشكرك على استضافتي وعلى طول المواضيع اللي منقيها كرمال نوعي الأهل على مواضيع مختلفة. أكيد هيدي المواضيع صراحة ريمان الحساسة اللي مفروض يكون عندهم علم فيها الأهل، وتحديدا اليوم نحكي عن فكرة النشاط الحسي أو النشاطات الحسية اللي بتبين قدرات الطفل. فأيمتى بيبدأ النشاط الحسي عند الطفل؟ اوكي، تنحكي عن النشاط الحسي رح نقسمه اول شيء لقسمين. في قسم شوي هلا رح يستغربوا اللي عم بيسمعونا، هن ببلش قبل الولاده، يعني وقت يكون الجنين بعده باحشاء والدته، في يكون عم بيستمتع بنشاطات من الخارج عم تيجي، بس هذا موضوع مختلف عن اللي نحن رح نحكي فيه، بس انا حبيت ضوي على هالفكره. والقسم الثاني اللي هو ببلش من الولاده، يعني من اول ما يخلق الطفل لعمر السنتين 3 سنين، هيدي المرحله لانه نحن بنعتبرها هي اول ما يبلش يكتسب اللغه، وهي انتقال لمرحله جديده اللي هو دخول المدرسه. تماما، يعني فينا نعتبر انه احنا من عمر كتير 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 صغير فينا نبلش بفكرة النشاط الحسي مع الطفل. صحيح، نحن وقت نكون عم نحكي، يعني يمكن هلا كثير يستغربوا كمان انه ولد بعده كثير صغير، يعني لا بيمشي ولا بيتفاعل ولا شيء، انه كيف فينا نكون عم نحكي على النشاطات الحسيه؟ نحن وقت نحكي عن نشاط حسي هو كل شيء نحن بنقدر نعطيه للولد كرمال يكون عم يكتشف محيطه. وبهذا العمر اللي كثير صغير بنعرف نحن انه الولد بيكون بمحيط كثير صغير، وفجأة بيطلع على عالم كثير كبير ومنه واضح بالنسبة له. نحن بهذا العمر من خلال النشاطات اللي بنكون فينا نقدم له اياها بنكون عم نساعده اول شيء تيكتشف المحيط. وبالعمر اللي كتير صغير اهم شيء يعني هلا نقدر نقوله انه هو نتركه يكون عم بيكتشف اول شيء ضمن البيت، يعني نكون عم ننقل له مطرحه، مش على طول الولد نفس المطرح. نحن بنعرف انه يمكن بتقلي بحاجه انه يكون عم بياكل وينام، هن الاسس البديهيه بالاول اللي لازم يكون عم بيعملها. بس ما بدنا نغض النظر عن موضوع اللي كتير مهم، انه هو حتى بهيدا العمر بحاجة انه يكون عم بيكتشف من ضمن حواسه. يعني بقصد نحن عم نحطه مثلا مرة بالصالون، مرة بالغرفة، مرة صحيح بزاوية مختلفة صحيح، بالصالون هيك اول شيء تنكون عم نشتغل على الصعيد النظري، بيكون عم نشكل له وما يكون بس محصور بمطرح واحد. والفكره اللي كتير اهم بس يصير شوي اكبر، يعني اذا عم نحكي مثلا بعمر الثلاث اربع اشهر، اوكي، كثير مهم انه الولد ما يضل محصور او بالسترولر محل ما بنحطه او بتخته، كثير مهم نترك الولد نحن على الارض. اكيد بمطرح يكون سيف، ما بيشكل عليه خطر، مع العاب حواليه، ونخليه هو يكون عم بيكتشف، لان طول ما نحن حاصرينه هو ما عم بيقدر يحرك جسمه ولا عم يقدر يحرك عضلاته، رح يضل محصور. بينما نحن وقت نكون عم نعطيه هيدا المجال عم نساعده انه يكون عم بينمي قدرات هو اوريدي موجوده عنده. يعني هلا شو النشاطات يلي رح يستفيد منها؟ شو الامور الفائده الصحيه يلي ممكن تنعكس بهيدا الموضوع اذا ممكن تخبرينا عنه؟ اوكي، نحن هول النشاطات بتتقسم على عدة صعيد، يعني في عنا نشاطات معقول تنعمل على الصعيد النظري، في عنا النشاطات على الصعيد السمعي، وفي عنا النشاطات على الصعيد الحس الملموس. هلا رح نرجع نفصل شوي، بس تكون عم جاوبك على سؤالك بشو معقول يفيدونا. وهول النشاطات كمان بيفيدوا على عدة صعيد، بيفيدوا كتير على المهارات الحركيه، ونحن وقتها نترك الولد عم بيكتشف وعم بيتحرك عم نكون عم نخليه يمكن يبرم من بطنه على ظهره او العكس، عم نكون عم نخليه يشغل عضلات الرقبه، عم نعرف ان الولد اول ما يخلق ما قادر يكون عم بحركهم، وقت نتركه وقت ونخليه هو يجرب يعمل بنكون عم نساعده على تنميه هول العضلات، فهيدا رح ياثر بعدين على نمو الحركه. نروح شوي نشرح اكثر عن موضوع يعني النشاطات الأكثر أهمية، خلينا نقول شو هي هيدي النشاطات، لأي عمر بتناسب أكثر، وشو هي الأكثر فائدة؟ اوكي، نحن يعني ما فينا نحكي عن نشاطات
شوي اهم من التاني. نحن كل شيء معقول نقدر نكون عم نعطيه للولد هو مهم، لأ مثل ما قلنا انه مثل ما هو عم بيتطور على صعيد الحركه، هول النشاطات كمان رح يكونوا عم بيساعدوه يتطور على صعيد اللغه وعلى صعيد كل شيء مهارات ذهنيه. رح اعطيك هيك مثل كثير بسيط، يعني مثلا نحن بنشوف اوقات اولاد شيل العلبه اللي فيها الاشكال، بده يحط الدائره محلها، بده يحط المربع محلها، نحن اوقات بنطلع هيك من بعيد على الولد بنقول انه شو عم بيعمل، انه هيدي لعبه ما لها كثير اهميه على صعيد المهارات، بس نحن بدنا نفكر فيها شوي لبعدين، هو من خلال ما يكون عم بيعمل هيدي اللعبه عم بيكون عم بيطور مهاراته الذهنيه بعدين، مثلا انه يقدر هو يكون عم بيلاقي حلول، لانه هو لحاله بده يجرب مثلا هيدي ما زبطت هون بده يشيلها ويجربها غير مطرح. فنحن يمكن ما بنكون واعيين على اهميه اللعبه، بس وقتها نكون عم نعطيه مجال انه يكون عم بنوع بالعابه بنكون عم نخليه يكون عم بنوع كمان بالمهارات اللي رح تكون عم تتحسن عنده. واذا بدنا نحكي على صعيد اللغه، نحن سبق وقلت انه نحن في عنا قصص نظريه، عنا قصص سمعيه، وعنا قصص حسيه. صحيح. من كمان بنكون عم نساعده انه، لان هو وقت يخلق ما بيكون مثل ما قلنا واعي للمحيط، كل ما نخليه يلقط قصص مالسه، قصص خشنه، كل ما نكون عم نخليه يكتشف قصص موجوده بالبيت، بنكون عم ننمي هالقدرات عنده. ونفس الوقت على صعيد اللغه، كل ما نكون نحن مثلا عم نسمعه موسيقى او عم نخليه يستعمل ادوات موسيقيه، كمان اوتوماتيكلي بلا ما نحن نكون عم نفكر فيها، بس عم نكون عم نساهم بتطوير هول المهارات. يعني قديش مهم بالفعل هدول القصص البسيطة يلي خلينا نقول بتساعد، ولكن اليوم أنا بدي أروح تحديدا مع الظروف يعني اللي عم نقطع فيها، في عالم ظروفها ما بتسمح لها حتى تجيب أبسط الألعاب يلي ممكن تكون استكشافية لابنها، فهل من بديل ممكن يساعد الأهل اليوم؟ أكيد. نحن وقت نكون عم نحكي بنشاطات حسيه رح اعطيك هلا كم مثل، واكيد المشاهدين يعني رح يقدروا يكونوا عم بيستفيدوا منهم. نحن مش ضروري انه الولد يكون عم بنمي هول المهارات او يكون عم بيعمل النشاطات ضمن العاب، فينا نكون عم نستفيد من حيلا شيء موجود بالبيت، ادوات المطبخ، يعني بمجرد مثلا ما الام موجوده بالمطبخ عم تطبخ، اذا عطت ابن عجينه يلعب فيها بنكون هيدا ضمن النشاط الحسي. إذا حطيت له جاد فيه رز، أكيد نحن مع نشوف نمو الطفل كمان ما نكون عم نأذيه، يكون مثلا بعمر ما عم بحط شيء بتمه بقى. دونك إذا عطيته رز وكبايات يفضي ويعبي بكبايات، دونك هون كمان عم نكون هيدا ضمن النشاطات الحسية. تماما. إذا يعني بأبسط الأمور اللي موجودة بالبيت ما بتكلف شيء بنكون نحن فينا نعمل هول النشاطات. مفيد. هلا بدي روح شوي للتكنولوجي، بنشوف هلا صار الآيباد أو التابلت صار متاح بإيدين أي طفل. صح. وصار عم بيستعمله حتى ليطور هيدي المهارات بشكل أو بآخر، ولكن أنا بدي روح لفكرة، هل هالأدوات الإلكترونية ممكن تكون عم بتأثر سلبا على الطفل؟ كهلا اكيد بتاثر سلبا، بس نحن ما فينا نغض النظر انه هلا نحن صرنا بوقت وبعصر هذا الشيء صار من اساسات الحياه. صح. وخصوصا من بعد الفتره اللي قعدوا فيها والكل صاروا يدرسوا اونلاين، يعني البيت اللي ما كان موجود فيه تابلت او ايباد صار هلا موجود. صح. انا بدي اوضح او سلط الضوء على شغله، انه نحن ما فينا نمنع هذا الموضوع لانه صار من اساسيات الحياه الأكاديمية إذا بدنا كمان نقول، بس المهم أنه نحن نكون عم نحد وقت هذا الموضوع، وما يكون الآيباد أو التابلت أو كل شيء ألعاب إلكترونية هي أخذ محلات النشاطات الحسية. فين الواحد يستثمر هيدي القطع الالكترونيه بطريقه ايجابيه؟ اكيد في كثير، في كثير ابلكيشنز، مثلا نحن هلا بنشوف اذا شايفين ولد بنحط له هلا الموسيقى، ما رح سمي قصص معروفه بس انه شو ما كنا حاطين له برامج بنلاقيهم هن لحالهم عم بيرجعوا يعيدون، دونك هون كمان بنكون ساعدنا نحن بطريقه غير مباشره على اكتساب اللغه. اوقات اذا حاطين لهم شيء في حركات بنشوف الاولاد واقفين عم بيقلدون، فكمان هو بنكون ساعدنا على الصعيد الاجتماعي وعلى صعيد الحركه، بس مهم نعرف نحن كيف نختار وشو اللي نقدر نحطه شيء يكون مناسب، يعني مش نحطهم على الايباد يكونوا عم بيحضروا قصص ما رح تكون عم بتفيدهم. هلا اوريدي صار في ايبادز بعتقد مخصصه للاطفال، يعني في ابلكيشنز. صح، مخصصه للاطفال. بدي روح لفكره كمان كثير مهمه، هي موضوع اوقات الطفل نفسه بيعصب بينزعج بصير بيبكي وبينق كثير كثير، بصير انه بده يحصل على الايباد تبعه لحتى يلعب عليه، هون كيف المفروض يتصرفوا الاهل؟ كيف المفروض يتعاملوا؟
اوكي هلا مزبوط انه نحن كثير بنشوفها، بس انا بقدر اقول شغله انه نحن اذا معودينه على نظام معين الولد، انت يعني كيف نحن بنعوده كيف هو بيقدر يكفي. فاذا نحن معودينه على نظام معين ومحددين وقت بالنهار انه هيدا الوقت انت فيك تاخذ الايباد، فهو رح يصير يعرف. وبنتفادى انه يعني اللي اوريدي معود كثير صعب انه نغير العاده، بدها شويه وقت بتزبط. بس اذا من الاول نحن حاطين هيدا النظام الولد ما رح يعود يعذبنا بهيدي الشغله. بدي اقول بعد شغله عن فكره الايباد او حتى التي في، يعني مش ضروري بس الايباد. الاهل مفروض يكونوا هن عم بيحددوا وقت وعن جد بس يخلص، لانه هن بحفظوا كثير قصص دماغيا. يعني الولد قد ما تقول له مثلا قعدت نص ساعه بضل بده بعد. فكثير مهم انه وقت يخلص الوقت اللي محددينه الاهل دغري ناخذ الايباد ونوقف هيدا الشيء. طيب شو الطريقه؟ معلش نقول شو الطريقه اللي مفروض ياخذوا فيها الاهل الايباد؟ إذا كان عم بيعصب ويزعل الولد أو شيء. أوكي الطريقة برجع بقول إذا نحن حاطين نظام مش مفروض يكون عم بيعصب، بس إذا النظام منه موجود وصارت هيدي القصة ونحن بدنا ناخذ الأيباد، نحن كثير مهم إنه نحكي مع الولد، يعني حتى قبل ما ياخذ الأيباد نحن نقول له معك مثلا هلا نص ساعة. وقبل ما تخلص النص ساعة نبلش نكون عم نعطي مثلا يكون بعد شي 10 دقائق، نقول له هلا بعد شي 10 دقائق هيك تما يوصل هو فجأة وصل عليه أنا عم باخذ الأيباد ما رح يقبل. بدي أكون أنا عم بخبره إنه شوي شوي الوقت رح يخلص وشي منه هي، يعني يمكن أول مرة وثاني مرة الولد رح يضل يعمل هول هيدي إذا بدنا نسميها المهارة أو الأمور اللي ممكن إيه الأمور اللي منا كتير سليمة يعني سليم. إذا بدنا نقول عنها أوكي بس شوي شوي بيتعود. وكمان بدي أقول شغلة للأهل إنه إذا الوقت مثلا هو نص ساعة نضل عم نحكي معه. لأنه أنت بتعرف إنه الولد وقت يقعد قدام شاشة التيفي أو الآيباد خلص كل شيء حواليه بيصير منه موجود صح. فمهم نحن تما نخليه انه بس الفوكس على هيدا الشاشه، نكون نحن حواليه كل الوقت عم نحكي. او مثلا نطلب منه يقوم شوي، هلا يمكن هو ما يعمله بس نحن كل شوي بدنا نكون عم نخليه يقطش ويضل واعي انه في محيط خارجي بعده موجود. بس هو شو تاثيراتها السلبيه كمان للعالم اللي عم بيحضرونا يعرفوا قديش ممكن تاثر بشكل سلبي على ذهنه على تفكيره على الموضوع النشاطات الحسيه اذا ما عم بيستخدمها؟ اوكي هلا نحن اذا حطينا ونظمنا الوقت هيدا الشيء ما له تاثير سلبي. وبالعكس انا بدي احكي عن شغله انه يمكن اوقات الاهل بحاجه كمان انه تيرتاحوا يكونوا عاطين هيدا الوقت لاولادهم، لما يكون يمكن كل نهار بالشغل وبيوصلوا انه يمكن هيدا النص ساعه كمان بتكون شوي رياحه للاهل، كان بعد الظهر او قبل الظهر للامات اللي موجوده كل الوقت مع اولادها. التاثير السلبي ببلش اذا كنا كل نهار وبيأثر دماغيا. يعني احنا بنعرف انه في بالدماغ سلول هن بيكونوا عم يتكاثروا كل ما نكون نحن ما عم نشغلهم بالطريقه المضبوطه وبس قاعدين قدام السكرين هول ببلشوا شوي شوي يخفوا. هون بنكون عم نبلش ناثر سلبيا على الولد. هلا بدي احكي على دور الروضه قديش ممكن تفيد الطفل على تنميه ان كان مهاراته الحسيه ان كان قدراته ان كان طاقاته. قديش فائدتها اليوم الروضه للطفل؟ اوكي او الحضانه طبعا. الحضانة هي شغلة كتير مهمة مثل ما حضرتك تفضلت وقلت تتنمي هول القدرات. ومهمة أكتر يمكن للأهل اللي هن منهم قادرين، لأنه في كتير أهل بحكم شغلهم مش قادرين يكونوا عم بيقضوا وقت أنه يعملوا هالتحفيز عند ولدهم. بهيدي الناحية الحضانة بتكون عم بتشد، وبتكون عم بتشد بطريقة أنه نحن عم نعطي مجال للولد يكون عم بيكتشف بالألعاب اللي موجودة بالأسس الأكتيفيتي والنشاطات اللي بنكون عم نعمله تيطور مهاراته اللي حكينا عنها على الصعيد الحركي على الصعيد الذهني وعلى الصعيد اللغوي. هلا ما ممكن انه بهالحاله الولد يتعلق بالمس الموجوده هونيك اكثر من امه حتى بحكم انه عم بيقضي وقت معه او شيء؟ في عالم بتخاف من هالموضوع انه انا في كثير صحيح الاطفال يتعلقوا بالانسانه اللي هي عم تهتم بهيدا الطفل او عم تعطيه من وقتها بوقت الام هي بعيده عن ابنها وعم تشتغل. ما ممكن يكون هيدا سبب للعالم تبعد عن الجاردوري او شيء هيك؟ هلا هو اوقات ما بقول لك لا،
يمكن بتصير لانه هو الوقت اللي بيكون قاعد فيه بالحضانه هو اكثر يمكن من الوقت اللي قاعد فيه بالبيت، بس بنفس الوقت كمان ما فينا كثير ناخذ هيدي الفكره لانه نفس الشيء بالمدرسه، يعني الوقت اللي بيقعده بالمدرسه اكثر من الوقت اللي بيقعده بالبيت. نحن ما ننسى انه تعلق الولد بامه هو هيدا الشيء بديهي، هو انستان، يعني لو نحن عم نعطيه هيدا الشيء ضمن الحضانه، بس بالنهايه الولد لو شاف امه على بعد مدري قد رح يركض عليها ورح يروح عليها لعندها يعني. وبالنهايه كمان هي يعني هي دوره ما رح يكون رايح كليا بالبيت، هي كمان عم بتكون عم بتامن له اكله وشربه ونومه يعني، ورح هو لحاله مع امه بالحضانه، هو ضمن جروب يعني الولد لحاله بصير يتعود انه انا هون عم بجي عم بلعب مع رفقاتي، بس بالنهايه رجع رايح على بيت اللي هو الاساس. تماما. بدنا نحكي اليوم على الاكثر عمر مهم او مناسب، خلينا نقول لحتى انا حط طفلي بالجاردوري، فاي عمر هو الانسب؟ طبعا بحكي انا من السنه لثلاث سنين. اوكي، هلا في كتير يمكن كمان حتى اقل من عمر السنه معقول يحطون بحكم شغل الاهل او انه ما في حدا موجود. هلا انا بلاقي انه هيدا القرار يمكن بيرجع شوي للاهل، وهن كمان قد ايه متقبلين، يعني احنا بنعرف وقت يجي الولد على الحضانه بده يصير في ديتاشمون بينه وبين الاهل، انه هون كمان نفسيا الاهل بدهم يكونوا حاضرين انه يعملوا هيدا الانفصال. انا اللي بقدر اقوله انه اذا ما كان موجود بحضانه كثير مهم انه نحن الاسس النشاطات نخليه يكون عم بيعملها بالبيت، واذا كان موجود بالحضانه اذا بدنا نعطي عمر، يعني ما بقدر اعطي عمر واحد محدد، بس مهم انه بين السنتين وثلاثه، وخصوصي اذا في عندنا ولد هو عنده مشاكل على صعيد اللغه او على صعيد الحركه ومنا قادرين نكون عم نامن له هدول التحفيزات بالبيت، نحطه على القليل السنه قبل المدرسه، لانه الحضانه مثل ما سبق وقلنا انه هي رح تكون عم بتساعده ليكون عم بنمي قدراته اللي مش قادر يكون عم بنميها. وعم بتهيئه يعني حتى عم بتهيئه نفسيا ليدخل مرحله المدرسه يلي هو رح يتعرض فيها لمجتمع اكبر من المجتمع اللي كان متعود عليه. صح، ومتطلبات اكاديميه يمكن كمان اكبر، لان احنا اوريدي قلنا يعني كل شيء حسي هو بين السنه والثلاث سنين، فهيدي المرحله اللي قبل المدرسه هي كثير مهمه. بدي روح لفكرة اليوم كمان كتير مهمة، هي نحكي عن الأمور يلي خليني أقول بمعنى هيك شوي وضحها أكتر للمشاهدين. في أطفال ما بيتقبلوا الحضانة نفسها، ما بيتقبلوا أنه يبعدوا عن أهلهم، ما بيتقبلوا أنه اليوم أنا، وهي أنا يمكن أنا بتذكر حالي وقت كنت صغير كتير حسيت موقف صعب لما أنا بدي أطلع على الأوتوكار وروح على الروضة أو الجاردوري أو حسب كل منطقة كيف عم بتسميها، كثير صعبة كانت الحالة. اليوم كيف بتكون انتم بتتعاملوا مع هالموقف؟ كيف ممكن تحببوا الولد بهالمكان اللي عم بيروح عليه؟ اوكي، هذا الشيء كثير مهم لأن نحن بنشوفه، وخصوصي إذا ولد جاي يعني بده وقت أنه يتأقلم بمحيط هو منه معود عليه، وزيادة كيف قلنا قبل أنه الأهل بدهم يعملوا هالانفصال ليحطوه بالحضانة، نفس الشيء الولد بده يعمل هيدا الانفصال عن أهله كرمال يتقبل هيدا الموضوع. هلا هي شغلة الحضانة أكيد مع كل الإكيب اللي بتكون موجودة فيها، ما بقول لك أنه في أولاد لا ما بتبكي، أكيد في أولاد بتبكي وبدأ، وفي أولاد بتاخذ وقت لتتأقلم أكثر من اولاد ثانيه، يعني بتكون يمكن معلقه باهلها اكثر، او الفكره الانسب انه هي قعدت يمكن وقت اكثر كرمال هيك صارت معلقه. الولد اللي بيفوت بعمر اصغر بيكون بيتعود اسرع، هيدا كمان يعني جوابا على السؤال اللي قبل، يعني يمكن اللي بيفوت بعمر اصغر بيتعود على هذا التغيير اسرع. نحن اللي بنعمله انه هن وقت يكونوا ضمن المجموعه اللي عم يشتغلوا فيها شوي شوي، اول يومين ثلاثه اكيد بيكون منا هين، اللي بنعمله انه الام تكون موجوده مع الولد تيصير هيدا الانفصال بطريقه سليمه للطرفين. بتكون الام موجوده معه ونهار بعد نهار، يعني بياخذ تقريبا ثلاث ايام، نهار بعد نهار بتصير تنسحب تقعد شوي برا، لثالث نهار او رابع نهار خلص يفوت لحاله. بهيدي الطريقه ما بنكون قطشناه كليا يعني دغري خلص اخذناه وقلنا له انه طفل، انه شوي شوي بهيدي الطريقه بنكون انه سمحنا الانفصال يصير بطريقه شوي سليمه. قبل ما اختم بنصائح اخيره، هل الوقت مهم؟ يعني اليوم انتم وقتكم بتدرسوه انه يا ترى هل يا ترى رح يضل الطفل معنا اربع ساعات او خمس ساعات او ست ساعات؟ قديش مهم فكره الوقت؟ نحن الوقت نحن عاده بنضل يا اما للساعه 3 يا اما للساعه 4،
الوقت هو حسب البروجرام اللي نحن بنعمله، وبنمشي تقريبا نحن مثل سيستم المدرسه، يعني نحن تقريبا على الظهر خلص بيكونوا خلصوا النشاطات، يعني على صوب التنتين بيكونوا خلصوا النشاطات اللي موجوده عندنا. الوقت بنكون كمان عم ندرسه على حسب حاجات الطفل، يعني هو اوكي عم بيجي عم نعمل نشاطات وعم بيكون ضمن الاكتيفيتيات اللي بنعملها، بس ما بننسى كمان نحن انه حاجات الطفل بهذا العمر اللي هي الاكل واللي هي النوم، وهول موجودين كمان ضمن الحضانه اللي عندنا، فبنكون دارسين نحن الوقت لنكون غطينا كل حاجات الطفل من اول ما يوعى لوقت انه ما يروح على البيت. نختم بنصائح اخيره اليوم للاهل اللي عم بيحضرونا حول طبعا اهميه النشاطات الحسيه لتنميه القدرات عند الطفل، فشو نصائحك اليوم للاهل اللي عم بيتابعونا؟ اوكي، انا النصيحه اللي بقول لهم، في عندي نصيحتين هن اذا بدك النصيحتين الكبار. اول شيء نترك الولد يكتشف قد ما بده، نفتح له هيدا المجال، بده يجوي حاله، بده يلعب بقصص من المطبخ نعطيه اياها، نسمح هيدا الشيء، يعني اخر النهار رح يفوت يتحمم ويندف الولد، عرفت؟ يعني نتركه يكتشف بحيالله طريقه نحن بنلاقيها انه ما رح تشكل عليه خطر. وشغلة تانية تنكون كمان هذا شوي جوابا على الأسئلة اللي قبل بخصوص العمر أو بخصوص الآيباد، يعني كل حدا من الاهل ما في نصيحه بتطبق على الكل، هن كل اهل يشوفوا حالهم شو قادرين يكونوا عم بيعطوا لابنهم او شو مش قادرين يكونوا عم بيعطوا وشو البديل، ويمشوا بهيدي الطريقه كل حدا على اللي هو قادر يكون عم بيعمله. ان شاء الله يا رب يكون هيك مشاهدينا اليوم استفادوا منك ريمان، وان شاء الله يا رب هيك نكون قدمنا الفائده اللي بيحتاجوها. ريمان فغالي نشواتي، معالجه نفسيه حركيه وصاحبه حضانه بوتي بوتابون، ان شاء الله نكون عم نلفظها صح. ميرسي كثير لألك. ميرسي لألك. ان شاء الله كمان هيك نكون قدمنا لكم بالفعل هيدي الفائده اللي بتحتاجوها مشاهدينا، ونكون دائما بالفعل عم نكون حد اولادنا، ونتحملهم وقت بيضيق خلقهم، ونتحملهم وقت بيكونوا عم بيعصبوا عم بيضيق خلقهم او شيء، ونتعامل معهم بهالنصائح اللي قدمت لنا هي ريمان. واكيد نحن متابعين معكم بالحلقه من بعد ما نروح مع بعض لبريك صغير ونتابع مع بعض حلقتنا.